شبادة. يلا تبارك الله عليكم. يلا تفضلوا يلا تفضلوا بعدكم. يلا دكتور بقالي طبيب جراح بمدينة طنجة. أولا اليوم ثاني عيد تنجدوا الفرحة بخروج تقريبا آخر المصابين بداء كورونا 19. حنا في هذا الأوتيل كانوا تقريبا 220 ديال المصابين اللي دازوا في هذا الأوتيل أهلا. الحمد لله كلهم كانوا مستقرين على حالتهم الصحية مستقرة جدا. أننا ما حولناش للمستشفى أكثر من جوج أو ثلاثة حالات. الحمد لله اليوم هما خرجوا يلتحقوا بولادهم في هذا العيد ويكملوا فرحة العيد مع عائلتهم. هذا انتصار لأصحاب الوزارة البيضاء الحمد لله اللي كانوا واقفين مجندين من بداية هذا الوباء وبرهنوا على الخصال الحميدة ديالهم ووقفوا مع الأمة المغربية. تنشكرهم من هذا المنبر وكنشكر بالخصوص إخواني وزملائي وزميلاتي ديال أطباء القطاع الحر اللي ساهموا بوقتهم ومالهم وبمجهودهم في إنجاح هذه العملية. وكنشكروا السيد الولي والسيدة المديرة اللي تحتنا هذه الفرصة باش نتحنا نديروا اللبنة ديالنا في هذا البناء ديال هذا المغرب الجديد ديال الكورونا اللي من بعد كورونا إن شاء الله. وبأننا جنود مجندين قطاع خاص مع المغاربة في أي محن في محنة، ولهلا ورينا شي محنة في المستقبل، ولكن نكونوا حاضرين بإذن الله وشكراً.